في حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة النهاية وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس وما فيش حضن يسعنا يعوض حضن أقرب ناس وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس وما فيش حضن يسعنا يعوض حضن أقرب ناس صفحة قديمة خلاص وهدت نسي كالعادة الو اهلا وسهلا ازاي حضرتك خير ايه قضيه ايه دي قضيه اثبات نسب
أنا ماسكة الإعلام في إيدي أهو، رفعها واحدة اسمها شيماء عبد الحفيظ. من فضلك يا أليسا زيزي، لازم تبلغي مدام مشيرة بالموضوع فورا وتخليها تجيب فارس بأقصى سرعة. أنا مش عايزة مشاكل أرجوكي. ترجع فارس؟ هي كانت عندك؟ لا الحقيقة هي لسه ما رجعتش. حاضر هبلغها لما تيجي. مع السلامة. السلام عليكم يا حاج. الله يا باشا. انا داخل لمدام رماس. مدام رماس مشروع. ام راحت فين؟ نزلت من شويه تكلم مسافرين. نزلت هي واهلها يعني؟ ايوه حتى تقدم باشا بس كان غريب ولا لا. طب وهو قال لك ايه؟ ما ردش عليا تكلم مستعجلين قوي. ماشي يا حاج شكرا. بقول لك يا محمد انا عايزك تقلب لي الدنيا على رماس. الليله تكون في مكتبي. وقبل اي حاجه اتكلم الجوازات عشان يمنعوها من السفر. ان شاء الله تروح بنفسك المطار، مش عايزه تطلع بره مصر. حاضر يا باشا. وشوف سجل مكالماتها، ممكن تكون كلمت حد قبل ما تسافر. وشوف لي الزفت بتوع المعمل الجنائي دول، شوف اتاخروا ليه. انا عايز النتيجه بتاعت الدي ان ايه بسرعه يا محمد. ماشي ماشي. مدام مشيرة؟ لا 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 أنا مش نازلة، أنا كنت جاية بس أقول لك شوف لي سمسار، عايزة بيع للفيلا هنا. خير يا مدام؟ خير إن شاء الله، خليه يشوف لي شقة في أي مكان بس يكون مكان هادي. طب حضرتك تحب يكون فين بالظبط؟ أي مكان أي مكان، المهم يكون بعيد عن هنا. السلام ورحمة الله وبركاته. نادر باشا. محمد بيه. تعالى ايه اخبارنا؟ رماس هربت بره مصر، خدوا اول طياره قبلوها وسافروا. وسجل المكالمات مش هتصدق مين. هاي يا ماما جاية.
افهم من كده ان مدام مشيره مش هنا. انت ايه ما رحتيش تودعي رماس قبل ما تسافر ولا ايه؟ اتفضل. لا ازاي؟ رحت طبعا وسلمت عليها. بس اللي انا فاكره انك قلتي لي انك ما تعرفيهاش. ده حتى الفرح ما حضرتهوش. لا ما انا اتعرفت عليها بعد ما خرجت من المستشفى. رحت زرتها في البيت. كنت فين ليلة الحادثة؟ حادثة فارس؟ هو في حادثة تانية؟ كنت في التجمع الخامس. كنت بشطب شقة هناك. لنص الليل؟ اه. كنت مديه العمال اجازه العيد وصاحب الشقه كان مستعجل عليها قوي وفي تفاصيل صغيره كده ما حدش بيعرف يعملها غيري فكان لازم اروح اخلصها بنفسي زي شغل حضرتك كده اكيد طبعا في تفاصيل ما حدش يقدر يعملها غير حضرتك ولا ايه لنص الليل اه عادي يعني وبعدين ليه كل الاسئله دي هو انا متهمه بحاجه عندك شهود على كده ماجي شريكتي وانتمتي في حد تاني وانا متهمه بحاجه فعلا انت لما طلبت مني اني ما اجيبش سيره لوالدتك انك موجوده هنا في مصر انا وافقت مش كده مظبوط وانت قلت لي انك هتراعي العلاقه الشخصيه اللي بيني وبينها ما دام موضوع سفري او وجودي ملوش علاقه بالحادثه انهي حادثه حادثه فارس هي في حادثه غيرها وياسر الله يرحمه الله يرحمه هو صحيح موت ياسر كان قضاء وقدر زي ما قلته في التحقيقات ولا انا مش فاهمه حضرتك بتلمح لايه بالظبط انا من يوم ما مسكت القضيه دي مفيش مصيبه الا وراها فارس حضرتك لو في اي دليل ضدي تقدر تاخدني معاك دلوقتي على النيابه واتصل بالمحامي بتاعي ونفتح تحقيق رسمي بوجوده وتسالني كل اللي انت عايزه هو انت فاكره نفسك لسه في كندا؟ هو حضرتك عايز ايه بالظبط؟ عايزك تنزلي معايا حالا نروح المعمل الجنائي ياخدوا منك عينه وهتمشي على طول بس كده؟ ثانيه واحده هجيب شنطتي واجي لحضرتك زيزي يا زيزي تعال تعال
الظاهر عمتك مشيت وسابتنا تاني. ما بقاش في الدنيا ليا غيرك، ما بقاش لينا غير بعض يا فارس. انت ان شاء الله هتبقى ابني وراجلي وسندي في الدنيا، صح؟ تيجي نفتح اللعب ونلعب؟ الله، حتة ضابط سمك سماجة مش ممكن يعني. طول الليل ما عندوش غير سؤال واحد، هي كانت معاكي ليلة الحادثة؟ هي كانت معاكي ليلة الحادثة؟ بجد يعني صداع. ماجي بجد مرسي قوي انك وثقتي فيا وانك قلتي كلام اللي انا طلبت منك انك تقوليه قدام الضابط. حبيبتي صحيح انا سبتك ساعتها الساعه 11، بس انتي بعديها عملتي شغل على الاقل ياخد 6 ساعات، واكيد انا باثق فيكي. انتي كنتي باين تعرفي حد في الجوازات، مش كده يا ماجي؟ زيزي انا افتكرتك يا بنتي مشيتي وسبتني تاني. خسارك يا ماما، انا عمري ما هسيبك تاني حبيبتي. انا مش همشي من البلد دي غير ورجلي على رجلك. انا مش محتاجه اسافر خلاص يا زيزي. انتي عارفه انا امبارح ما جاليش كابوس خالص والله. كمان اكتشفت حاجة مهمة قوي، أخوكي ما كانش بيجيلي عشان يقولي مين اللي قتله، لا لا لا، كان يا حبيبي بيجيلي عشان يقولي عن الناس اللي غلط في حقهم، عشان أنا أروح وأصلح غلطه، عشان الناس تسامحه وربنا يرضى عنه. وأنا خلاص ابتديت بروح للناس واحد واحد وإن شاء الله هيسامحوه. اه تعالي لما اوريكي ابن اخوكي. ماما نايم عامل زي الملاك. تعالي ماما. انا عايزاكي اقعدي. في ايه؟ ماما انا لو ما خدتكيش انتي وفارس الصغير وطلعنا برا البلد، فارس هيضيع منك. يعني ايه ده يا مني؟ شيماء رفعت قضية إثبات نسب، مديرة الملجأ كلمتني قالت لي يا ريت ممكن ترجع فارس في أسرع وقت. انت يا بنتي مش قلتيلي ان هي مش عايزاه؟ والله يا ماما ده الكلام اللي هي قالته لي، ولو مش مصدقيني انا ممكن اتصليك بيها تتأكدي. طب وماله يا بنتي؟ وماله؟ دي امه وبتطالب بحقها، يعني يمكن وتاخد ابنها تسامح ابني. شيماء عمرها ما هتسامح يا ماما. انت عايزه فارس الصغير يتربى مع شيماء وحمد منشيه؟ عايزاه يطلع بلطجي شبه خاله؟ لا 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 يا زيزي، انا كده ما بقاش بصلح، انا كده هغلط تاني. ما تقلقيش، انا هروح لشيماء وهقنعها. اه
حقنها ان احنا كلنا نعيش مع بعض. ايه المشكله ان نعيش كلنا سوا؟ على فين يا منشية؟ والمصحف كنت جايلك دلوقتي يا عم. امال يعني لا شايف ايدك بضاعه ولا جيوبك منفوخه بفلوسي؟ والله ما كانش حد قال لك تحاسب عماد من ورايا يا عمنا الحاج. ومن امتى في فرق بينكم؟ اه فرق. طب بص يا حاج، انت تديني يومين، يومين هظبط فيهم حالي وربنا هيسهلها ان شاء الله. مش عليا الكلمتين دول يا منشية، الحال مال ولا فيش فيك نفر يا منشية؟ ما اعرفش الخازوق اللي اداهولك صاحبك. فلوسي وقتي والا يا عم، ولا الا ولا بتاع ولا الا ولا بتاع، انت هتهددني عليا الحرام من ديني؟ هم دول اللي حلت يا عم، خد يا عم هم معاك يا عم. احسن من وشك. احسن من وشي؟ يردي مين ده يا ناس؟ يردي مين؟ طب الشغل اللي عندي ده قديه منين؟ مش قصتي. سلام. وكل واحد يقول لي مش قصتي ويمشي كده؟ اقفلها انا بقى. استني بس يا ماما عشان خاطري، فكري تاني، اللي بتعمليه ده غلط. فكري انت يا بنتي بس في كلامي، والله العظيم هتلاقيه صح. اخوك عشان يرتاح في تربيته يا زيزي لازم كل الناس تسامحه. وانت لو بتحبيني بجد وبتعزيني لازم تسامح اخوك وغلاوتي عندك. سامحاه يا ماما، والله لازم سامحاه، بس عشان من غير بس يا زيزي. يبقى نطلع على شيماء عشان هي كمان تسامحه. هاتي المفتاح. اركب يا فلوس. برضه يا جميلة عايزة تمشي اللي في دماغك يا امي؟ احنا هنعيده يا ام علي. يا بنتي انت امتى هوتش ناحية الموقف؟ طب والعمل؟ ناكل طوب يعني ولا نستنى ابويا الطفشان لحد ما يطردونا من البيت؟ طيب بصي، انت كده كده مش هتقدري تهوبي ناحية الموقف الا لما اكلم عمك البرنس اوصيه عليك، لحسن يا بنتي حد يأذيكي. حاضر يا ام علي حاضر. معلش يا بنتي معلش. يا رب انت عالم بحالي وغني عني وعن سؤالي يا رب. يلا حضر لك لقمه يا بنتي قبل ما تمشي. لا يا اما انا هتاخر. شيماء يا شيماء، انتوا جيتوا ليه؟ مش انت اللي طلبتيه يا بنتي؟ انا ايه ما طلبت من الدنيا؟ هي استجابت لك يا شيماء. بعد ايه؟ خدوا من هنا وامشوا، ممكن منشي يجي في اي وقت. ما تخافيش منه حبيبتي، اهربي منه. تعالي معانا يا شيماء. هيلاقيني بيسيره يجيبني، فارس هو كمان بكره يكبر ويعرف ان انا سوسته. خدوه وابعدوا من هنا، ابعدوا ابعدوا عن ايدين من الشيء. امشوا بقى. استني تعيش. مش عايزه تسلمي عليه قبل ما نمشي؟ قلت لك ابني مات يوم ما ولدته. انا عارفه ان محدش هياخد باله علي قدك. خدي بالك منه يا سيدي وربي. يلا يا بابا. يلا يا فارس. ما بعرفش انام يا دينا والله العظيم، حاسه بذنب ما بيخلينيش اعرف انام.
ايه يا بت الكلام الكبير ده؟ من امتى؟ صدقي تراني اتجسر. والله يا شيخه اتجسر. لسه مخك طايق زي ما انتي. عشان كنت بتظلمي الكوك زمان وبتقولي ان هو اللي مفوت عقلي، اديك اهو زي ما سبتيني رجعت لقيتيني برضو. طمنيني عليكي. زي الزفت. مفيش اي حد بيسال عني من كل الرجاله اللي عرفته، مش حد فيهم فكر حتى يجي مره يبص علي. اما جاسم ده انت فاهمه، ده عره الرجاله اساسا. حتى خالي مفكرش يجي يسال علي، اللي قلت عليه انه بدل ابويا ومربيني ما جاش. البركه فيك انت بقى، ولولا الفلوس اللي بتسيبيها لي كنتش عارفه اعمل ايه. والله العظيم لو كان في ايدي حاجه اكتر من الفلوس ما كنت هتاخر عنك. انت عارفه بكره هطرق ودعل. اصبري شويه. سمعتي بودانك يا ماما؟ هي قالت لك بنفسها بعيده على قد ما تقدر. يا رب تكوني فهمتي. حاضر يا زيزي، بس ادفن اخوك الاول. وانت يا ماما مش خايفه على فارس الصغير؟ استنى ايه بس. الو؟ ايوه لقيتوهم؟ طيب مع السلامة. ماما عايزة نروح عشان نستلم جثة فارس. ابني مستنيه ايه؟ طلعيني على هناك. طب نسيب فارس الصغير في حته بعيده، انا اروح انا وانتي. ماشي يلا بسرعه. حاضر حبيبي يا ضنايا، حبيبي يا ضنايا. خلاص يا بابا اطمن ما تقلقش، انا المحامي طمني. قضيه القتل كده تقريبا خلصت. سيبك مني انا خالص، قول لي بس ايه الشياكه دي يا ولا؟ لزوم الشغل الجديد. لو اعرف اللي حبسي هيخرجك للدنيا كنت عملتها من زمان. انما ايه المحمول الغالي ده؟ ده لزوم الشغل برضو؟ انا جايبه عشان ابعت من عليه رسائل. ايه؟ رسائل تاني؟ يا بابا لا ما تقلقش ما تقلقش، مش كده خالص، رسائل دعايه واعلان يعني، حاجات لها علاقه بالشغل. وقعت قلبي. بس برضو مش قد كده يعني، القديم كان احلى. مش ناوي ترجع محمولك القديم يا ولا؟ صعبان يا اخوك يا زيزي، اتدفن كمان سكتي. لازم تقعد تسألني الحمار. اللهم ارحمه واغفر له يا رب. احسبي لا 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 غلط. ونازلة عرقبة اخوكي. لا يا حبيبتي لا، انتي اعصابك تعبانة من بس يا ماما، الكلام ده مش صح يا حبيبتي. اهدي اهدي اهدي، ده مشيرة كده وصلي على النبي، احنا لازم نوديها للدكتور. لازم بسرعة. انا لازم اروح للاسم. لا احنا هنوديكي للدكتور. ودوني للاسم. لا الدكتور الاول. لازم اروح للظابط يا ماما. وديني للاسم. الحق يا عبد الله. المشيرة مش هينفع. اوعي يا عبد الله. بقول لك اوعي سيبك يا ابني عشان خاطري. مدام مشيرة اهدي بس، اقعدي اقعدي واهدي وانا هبوصلك بنفسي. ايه خلاص يا ماما، ممكن تفهميني انت شفتي ايه بالظبط خليكي عايز تروحي القسم دلوقتي حالا؟ ست ست اخرتها اخوك يموت على ايد واحده ست يا زيزي. مش وقت يا زيزي الكلام ده دلوقتي، اشربي الميه دي. مش
اشربي ميه بس كده واهدي كده وخدي نفسك. مش عايزه. معلش صلي على النبي بس. مش عايزه اروح لاسم. ماما ما تنسيش وعدك ليا ان احنا هنسافر بعد ما ندفن فارس. انت بتستهبلي يا بنت دي؟ بقول لك عرفت مين اللي قتل اخوكي؟ عايزه اروح لاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أنا فوق يعني لو عوزت أي حاجة. سلام. شكرا يا عبد الله. أهلا يا خالي. أهلا يا زيزي. ده كلام؟ يردميني يا مشيرة. دختي يندفن من غير ما أعلم. خالي مش وقت الكلام ده خالص. ماما أعصابها تعبانة جدا النهاردة مش حامل اللي أنت بتقوله. عشان وحدها. ما كنتش أبقى موجود. مين اللي بقى موجود في ظرف زي ده؟ انا هدخل اعملها ليمون. هعمل لك قهوه بالمره. لك شد خلصك. شوفي يا اختي انا مقدر بس ما يصحش الا الصحيح. كنت لازم تقولي لي تعلميني اقف في ظهرك سندك رملك. نسيت يا رشد. نسيت اخوك يا مشيره. وانت عمرك افتكرت اختك الا بس عشان مصلحتك؟ اني الله يسامحك. الله يسامحك يا اختي. عموما مش وقت زعل. هنزل اجيب حالاته وبرجع بكره اطمن عليك. لا إله إلا الله. إديك تديني إيه طلعت يا باشا؟ مين؟ الضفر طلع فعلا لوحدة ست. أيوة يعني مين؟ دينا ولا ريماس؟ لا دي ولا دي يا باشا، مش هتصدق النتيجة. واحنا مش عارفين بالظبط طبعا. لكن نتيجة الدي ان ايه طلعت لواحدة تربطها فارس سيرة قرابة من الدرجة الأولى. استعجل لي بقى مقارنة العينة اللي معانا بعينة زيزي. أسباب للسعادة والأضرب
تقريبا محسومة، دي عيون ناس بتودع بعض.